معكم أعزائي المشاهدين ونشاهد عرس ولاية صحار. سلام عليك يا حبيب الله. العرس عندكم في صحار من متى يبدأ الاستعداد له؟ مدة شهر. مدة شهر قبل العرس. أيوة. طيب إيش اللي يتم في هذا الشهر؟ يصير الشر والثياب. والشر والذهب. أيوة. ويعزموا الناس. يعزموا الحريم يعني. يعزموا الحريم. كيف يعزمونهم؟ في طريقة معينة ولا طريقة عادية يعني؟ لا طريقة عادية. أها. يصير يوم الثلاثة يخبروهم يقولون عندنا عرس الثلاثة. إيه. والأربعة والخميس، يوم الخميس عندهم غدي. واللي مع ماشي. ليلة الجمعة عندهم زفة. ليلة الجمعة يعني يوم الخميس. هي. والجمعة تصير التصبوحة. التصبوحة. ننتقل للذهب هناك وشايفين مع المشاهدين هذا من المعرس. ها من المعرس. ايه. من المعرس واهل المعرس. ايوه. بس اكثر شيء اتوقع انه جاي بالمعرس. جاي بالمعرس. ومعتدلين يعني ما وايد وايد ولا شويه شويه. صح. Yeah.
هذه سلة البخور من ضمن المشترى؟ أيوه. من ضمن المشترى. أيوه. شوف حاسبتنهم ولا ما حاسبتنهم؟ ما محسوبة. ما محسوبة. بس وايد يعني. أيوه. وشايف يختلف من نوع لنوع، مثلا هذا نوع بروحه وهذا مثلا نوع، وين أحسن شيء؟ أحسن شيء هذا. هذا؟ خلنا نشوفه. ليش أحسن شيء؟ كيف نعرفه؟ ما حاطين أنتو بخور هني ممكن نوري المشاهدين. ماشي مبخر؟ لا ماشي مبخر. لا بعدين ممكن نشوفه. أيوة. طيب إيش فيه يعني؟ إيش اللي يميزه؟ هذا مطبوخ. هذا مطبوخ؟ أيوة. كذي مثل الأكل يعني الطبخة ولا يختلف؟ لا. ها؟ سوي ما ورد. ما ورد. ما ورد. إيه. يعني سكر في ملي. ملتين سكر. إيه. وتخلي يثور لين تعقد الشيرة، بعدين تخلط هذا البخور تكبه فيه. كم وحدة نسوي من هذولا؟ وحدة؟ نسوي كمية كبيرة. كمية؟ ايوه. غطي عشان ما تروح ريحته بس. الثلاثاء يبدا العرس معكم الى يوم الجمعه نهايه الخميس تقريبا. ايش اللي يتم؟ ايش اللي يصير مثلا يوم الثلاثاء؟ ايش تسوون يوم الثلاثاء؟ نسوي الحنه. الحنه السرقه. حنه السرقه. ايوه. يكون بس العائله بس. ايوه. ويسووا في شيء في نقوط ولا ما في نقوط؟ بس يعني العائله تسوي نقوط. هذا نسميه ما تخبرون حد. لا. واللي عنده خبر يجي ولا ما يجي؟ ما يجي. ما يجي. لا. أبي أعرف يوم الأربعاء شو تسوي؟ يوم الأربعاء يجيبوا حنة من مال المعرس حال عروس. مال المعرس حال عروس. عروس. ليش يعني يختلف الحنة؟ إيش؟ إيه. طيب إيش يسوون يوم يجيبونه؟ يجيبوا بالغنة. بالغنة. إيه. والحريم يعني اللي داعيهم جالسين. وشالاتنا. وشالاتنا الحريم. شو يغنن حافظ أنت إيش يقولن؟ ما حافظ أنا أصير. إنزين وإيش يسوون بعد؟ يبدوا يحنوها. يبدوا يحنوها. يشلوا الحنة مع العروس حال معرس. بالعكس يصير. أيوة. يجيبوا حنة المعرس حال العروس، يشلوا حنة العروس حال المعرس. زين وإذا شلوا حنة العروس حق المعرس بعد يقولن شيء الحريم؟ أيوة يغنى. ويشلنها بإيش يعني؟ يشلنها بالغنى. بالغنى. أيوة. ونفس الشيء يشلنها بمبخرة؟ بمبخرة. بمبخرة. أيوة. طيب يوم الأربعاء يعني يحنون هذا ويحنون هذا. أيوة. ويصير نقود؟ لازم كل نقود. يصير نقود. أيوة. يوم الخميس؟ يوم الخميس غدا. الدخلة. الدخلة. تبسعي على الغداء اول شيء الدخله. الدخله. اها. أيوه. وبعدين الغداء. والتصبوح متى تصير؟ تصبوح الصبح الجمعه. من الجمعه.
مبروك للجميع بمناسبة الزواج. من يحتفل اليوم بكرة بعد بكرة خلال هذا الأسبوع كل الأيام نقول له ألف مبروك بهذه المناسبة، وتحية وشكر إلى جمعية المرأة العمانية في صحار بمنطقة الباطنة على هذا العرس الجميل اللي عملته خصيصا إلى دعوة على الهواء وتعبوا أنفسهم، وكان يوم بالنسبة لهم كأنه يوم عرس حقيقي فعلا بجمعية المرأة العمانية في صحار.